مرحبا. مرحبا ترحيبة كلها لكم، أحييكم يا جماعة من جديد مع وجهي كذا واضح ولا شغل اللمبة؟ كذا وجهي واضح ولا شغل اللمبة ولا كذا؟ حوشتي واجد صح؟ داري كذا واضح ولا احسن كذا؟ وش احسن اول ولا كذا؟ علموني وش احسن كذا ولا اول؟ كذا احسن؟ شيخ ادعي تزوج، الله يزوجك. كذا احسن بارك الله فيك، زين الحمد لله. متى بدأ بث؟ والله بثينا حول ثلث ساعة ولا عشر ربع ساعة وانقطع علينا البث. انقطع علينا غصب عنا. يا مرحبا بكم، الله يحييكم. في رقية والله، إذا تبون رقية في رقية، إذا تبون في تفسير في تفسير، أنتم اللي تختارون. فسر لي بليز بليز بليز. حلبياني إني كيوت بليز. أنا صراحة ما أحب اللي كذا، بليز أرجوك تكفى عشان حلم. مع الواحد معلش، ولا بعض حتى بعض الشباب ألاحظ صار فيه تكفى أسألك بالله أنا أطلبك بوجهي وما نعرف إيش عشان تفسير حلم. ما يصلح ما يصلح كذا كذا ما يصلح. وقت تفسير أحلام فسر غيرها بدون طلبات ورمي عقل ورمي شباصات. شيخ طب لي واحدة من اللي هنا واكتب لي كتابنا، وأرني معي عرقن هنا رطب، أبمحطك على ظهرك أخلي صرختك يسمعها كل اللي يستقرون. عند ثقل وخل عنك الزرافة. يبي فوائد يا شيخنا، ما نبي تفسير الأحلام، أبشروا. طيب عطونا فوائدكم أنتم ونعلق عليها. إيش رأيكم؟ بسم الله عليكم الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله عليكم. بسم الله عليكم. بسم الله عليكم. أيوة. لا نبي تفسير. ناس تقول ما نبي تفسير، ناس تقول ما نبي تفسير. عشان مريحة كبشة والله ما فيك تهليو. شيخ من يجيبي له فوائد؟ إيش فوائد طيبة يعني فلوس وكذا. فائدة قيام الليل شرف لكل مسلم. صحيح سوالف. ادري من العافية، الله يعافيك. أنا حاول أثبت الجوال بطريقة دراماتيكية بس ما. أنا محسود أبغى نصيحتك، أو محسودة. محسودة أنت يوم أنك انحسدتي غيرتي من نفسك. أحيانا ترى بعض البلايا ترد العبد إلى ربه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا وإلينا ترجعون. الله عز وجل قال وما صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فبعض البلايا اللي تصيب المؤمن وتصيب المؤمنة إما تكون ابتلاء رفعة للدرجات وتكفير للسيئات، أو تكون عقوبة. أنا ما أتكلم عنك، أتكلم بشكل عام. فالبلايا هذه إذا جيتك وقربتك إلى الله عز وجل أكثر أكبر، هذا ابتلاء ورفعة في الدرجات وتكفير للسيئات. إذا بعدتك عن الله عز وجل فهذا يدل على أنها تكون عقوبة. فكل بحاله وكل بحسبه. الإنسان إذا ابتلي صبر،
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، والمؤمن يشمل المؤمن والمؤمنة. فأنا أقول في مثل حالس أنت الصبر مع الرضا مع الدعاء مع القرآن مع أن نستفعلين بالأسباب الأخرى من دهني زيت زيتون وتسوي نحجامة. الشيخ ليش ما تقدم برنامج على التلفاز؟ والله ما هم مستواي تلفاز، أنا لازم على القمر الصناعي. هل الغسيل بالسدر قبل أذان ما هو صحيح يا شيخ؟ إذا كلمتك أرتبك. ليش طيب؟ ليش؟ هو أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. بعضهم وبعضهم كذا إذا كلمني يرتبك، شو سوي فيه يعني؟ أهمية الصحة والاهتمام من هذا في شيء في الإسلام يا شيخ. والله ما أدري إيش قصدك السؤال ذا. هل الدعاء يرد القضاء؟ الدعاء من القضاء. بعض الناس يفهمه، بعض الناس يفهم أن الدعاء أنه إذا دعيت قلت ما بي كذا ودعيت مثلا ولا جاك هالشيء فأنه هو المقصد كذا. لا، الدعاء من القضاء، الدعاء من القضاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. معنى هذا أن الإنسان مثلا يدعو الله عز وجل إن قدر ودعا الله عز وجل إنه يرزقه سيارة فسوف يرزق سيارة، وإن لم يدعو فلن يرزق. يعني كتب في اللوح المحفوظ أنه سوف يدعو. ثم تنزل إلى السماء في ليلة القدر، تنزل المقادير إلى السماء، إن دعا فسوف ييسر له، وإن لم يدعى فسوف لن ييسر له. عرفت شلون؟ ومعاد لي هوى في شيء، والطاعة صارت تصعب علي. ما فهمت عليك صدق يا شيخ. دفن الشعر بعد القص يطول أكثر. والله شوف، لو أنه يقص بعد الشعر يطول أكثر كان دفنته بصلعتي تطلع من نص صنادح، حاجة الصنادح منه. كان دفنت شعري وخليته تطلع، أبحط الشعر ليه هنا، أبدفن ليني أصل شعري هنا. نلعب على بعض، هذا خرابيط خنبق تنبرمشة. الزواج نصيب مكتوب ولا من اختيارنا؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، فإذا صار ترضون خلقه ودينه فتزوجتوا فالحمد لله. دعواتك لي شيخ بالفرج، أنا لما وأنا محمد الله يوفقك يا شيخ. أنا معايا تاع تاع. الله يشفيك ويعافيك، عليك بالدعاء. احكي لنا بنسبة عيد الأم. ما في شيء اسمه عيد الأم في الإسلام. الأم أساسا مجرد وجودها في الحياة فرح سعادة وعيد. شيخ عضة الثعبان لونه ترابي ايش يدل؟ هذا صدق؟ هذا عضك ثعبان يا محمد؟ اثقل اثقل الله يجزاك خير. ترى ما علمش واحد اسمه سلطان اللي يسوي كذا وعطيته. كم مرة رسلت تفسير؟ انت الحين تفسر؟ لا والله مو هالحين. حلو الدشداشة الإماراتية بالبركة، هذه كم دورة إماراتية؟ يبغى محاضرات عن الصبر والظلم والدعاء. طيب ابشر وابشر منور يا محمد. هلا يا فهد، مرحب فهد، كيف حالك؟ انت من اصدقاء السناب، شلونك؟ عساك طيب، بشرني عنك. تكفى يا شيخ ادعي لي بالزوج الزواج العاجل. الله يرزقك بالزواج العاجل غير الآجل، الصالح المصلح الذي اذا رأيتيه سرك. البركة علينا وعليكم. تحلم ثعبان. طيب خلينا ننام. نام يا محمد نام، عين خير، صل اوتر ونام. الله يجزك يا لما، ادعي لي اتزوج. ولد كلهم عزابية، انا داخل كلها عزابية في البث. الشخص قذفك بالكلام في المنام، ايش تفسيره؟ لها عدة تفسيرات. نفتح تفسير احلام يا شيخ؟ تسوي اعلانات، سوي إعلانات، ما أدري إيش تقصد.
الإعلام بأنك تبي زواج يعني. هل الدعاء المس؟ نعم ظالم يوجد عليه. نفتح لكم تفسير إعلام الآن. اتصال نفتح خلاص. دعاء زواج قاعد يدعي العمرة. الله يجعل لكم خير. نبي تفسير. طيب تفسير اتصال. نفتح تفسير اتصال عقبها نقرأ كم آية من آيات الرقية الشرعية لعل الله ينفعنا بها. شو رأيكم؟ اللي بيسمع التفسير يسمع وبعدها نبدأ رقية مدتها 10 دقائق رقية الحسد أو للسحر اللي تبون. موافقين؟ موافقين. يلا الآن مفتوح جوال تعبير الرؤى. أول شيء الجزلة رقية تفسير بعدها رقية. يلا أقسم بالله يا شيخ أنك طيب جزاك الله خير. معلي زوته. يلا الآن مفتوح اتصال. ما شاء الله لقد شبك الخط. ما أسرع هذا المتصل. إنه من الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخ؟ عليكم السلام. شيخنا لحظة شوي لحظة. إن شاء الله. ما شاء الله عليها ذي حظها في التفسير الأحلام. لا إله إلا الله ما شاء الله دائما تشبك. تفضل يا أختي. شيخنا أختي حلمت إنه أنا عروس وفي القاعة والكوشن في معازيم وكل شيء وإن المعرف داخل القاعة ولابس البشت يعني شافت ملامح بسيطة. من هو هذا اللي محلم؟ من؟ نعم من اللي محلم؟ اختي حلمت في انا انك انت عروس. ايوه اني انا عروس ولابسه الفستان وفي القاعه وكل شيء وان المعرف داخل ولابس البشت بس تقول ان انا في الحلم يعني ما كنت مبسوطه في العرس. ايه وتقول ان انا كنت حامل بس بدون بطن يعني انت عارف ان انا حامل لكن ما طالع لي بطن يعني نفس الحوامل. ايه ما شاء الله. متى ذا الحلم؟ ده الحلم يا شيخنا من يومين. والله انت دايما حلامس على العرش ما شاء الله تبارك الله. عرفت ايوه ما شاء الله. وانتم تحسدوني يا شيخ وتسموا تقولوا هاي تتصل لا والله لا والله ما احسدش والله. الله يبارك لك جزاك الله خير. بس الحمد لله اليوم من اول ما اتصلت على طول لك الحمد ما شاء الله ما شاء الله. انا اقول ما شاء الله عليها دايم تمسك خطه. ما اقول اني احسد لا والله. الله يبارك لك يا اختي. ما اقصد والله حسد. امين ويبارك لك يا رب. لكن اختك تفكر ان عندك انك تبي تعرسين. تدري انك تبي تعرسين يعني هي وهي أحلامها جديدة يعني مش دائما تحلم. أي. أنا أقول والله جزء من الرؤية إن فيها حديث نفسه اللي هو مسألة الأولى إنك تشوف إنك أنت عروس وكذا. أما الجزء الآخر فإنك ترى إنك حامل ولكن بدون بطن هذا هم أنت تخفين عنهم بس. طيب يا شيخ والشعر يعني يوم تشوفه دائما شعري كنت تشوفه أشقر عادي ولا؟ ما في شيء. طيب جزاك الله خير شكرا. جعلتوها علينا انت خنفر معك تتصل. جزء من النقود. اما سالفة ذاك الشايب والله قاعد تضحك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. اقول حلم. تفضلي. اوكي. تحلمت انه انا كنت نايمة ببيت اختي بعدين طلعت رحت محل قريب من عندها محل مكياج. المهم جلست حط مكياج زي كذا بعدين طلعت ما كنت لابسه عبايه كنت لابسه تنوره قصيره ويعني كان مره عالي. المهم بعدين قلت انه ما ابغى زوج اختي يشوفني وانا كذا فدورت كنت ادور حاجه كذا احطها علي وما لقيت. المهم رحت عندهم كان قدام بيتهم كانوا في غرفه دخلت جوا الغرفه وجاء جارهم قال إنه ضيفتكم هذه ما أفهم لغتها إيش تقول وأختي عيت رفضت تفتح الباب قال ما أفهم إيش تبغى يعني إيش تقول هي تحاول أن تتفاهم معها. أختي رفضت تفتح لي ما فتحت الباب. أختس أنت طلعتي من عند أختس ورجعتي لها ثاني مرة؟ إيه إيه وكأن لابس تنور قصيرة وبدون عباية. إيه إيه أنت بنت صح؟ إيه إيه متقدمة في العمر أم عمرك كم عمرك؟ 18 توك. طيب أنا أوصيك يا أختي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. أوصيك بتقوى الله ومراقبة الله عز وجل في أمور حياتك بس. زين؟ الله يحفظك يا أختي. شكرا.
مع بعض الرواة تحدث عن يعني حال أصحابها. فدائما الوصية بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. أحط لكم رقم التفسير أبشروا. نعلم دائما أن رقابة الله عز وجل هي الرقابة الذاتية للإنسان. اتق الله حيث ما كنت، في كل صغيرة وكل كبيرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام. لو سمحت يا شيخ، رأيت رؤيتين، يعني ممكن تفسرها كلها؟ هاتي واحدة الحين. طيب، أول واحدة أني كنت رأيت رؤية أني في مطبخ، وكان يعني أثاث المطبخ جديد. ورأيت يعني على الطاولة عند في المطبخ نفسه، رأيت غصن فيه عنب وفيه ورق العنب، غصن عنب يعني لونه أخضر. جميل. وكان معي في المطبخ بنت عمتي. بس أنت متزوجة؟ لا، ماني متزوجة. والمطبخ مطبخ أهلك؟ لا، مطبخ أول مرة أشوفه، كان نظيف يعني، وكان لونه يمكن أبيض ورمادي كذا، شكل المطبخ من داخل. ورأيتين فيه عنب في المطبخ وفيه ورق عنب. غصن عنب يعني، مو بس عنقود العنب، غصن عنب لونه أخضر، وكان نظيف يعني، كان مغسول أو شيء. جميل. بس كذا؟ إيه، كان معي في المطبخ بنت عمتي. وبنت عمتك متزوجة أو لا؟ إيه، متزوجة وعندها ولد. طيب، هذا استقرار إن شاء الله في حياتك، إن شاء الله بيصير بإذن الله. يعني إيش يعني؟ يعني استقرار في حياتك. حياتك إذا فيها يعني غير مستقرة حياتك وغير مرتاحة في حياتك، في المرحلة القادمة بإذن الله تستقر حياتك. طيب، في عندي رؤية ثانية بس يعني قلقتني وخايفة منها، يعني أبو أنك تفسر. اسمعيني أنت واللي كل يتابع، أي رؤية تقلقك تخوفك تضيق صدرك كبيها طنشيها تركيها. أي. لا تفسرين. يعني هو مو شيء يخوف، بس يعني ودي أعرف بكيفك. شوفي، إذا فسرتيها وهي مهي بزينة تخوف ترى تقع. أي. أيوه. أي. طب يعني هي هي الرؤية هي يعني مو خايفة منها يعني. طيب، هاتيها يلا. يعني أنا يعني حافظة قرآن ومتخرجة من المعهد. الله يثبتك. وبعدين رأيت رؤية أنه نفس مديرة المعهد أهدتني كتاب مكتوب على الكتاب الصلاة، وقالت لي يعني هذا مرة مهم. جميل. بس هذه هي. طيب، رؤية طيب ولا تخوف هذه، الحمد لله. أنت الآن في المعهد؟ لا، تخرجت. إيه، لسنية ترجعين كمعلمة؟ إن شاء الله ودي. إيه، بترجعين إن شاء الله بإذن الله عندهم كمعلمة، وصير تواصلك بها المديرة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني يا شيخ، هو ما يخص صلاتي؟ لا إن شاء الله. إيه. لأنه يعني الحمد لله محافظة على الصلاة كلها في وقتها، بس الفجر يعني أنام عنه كثير يعني. حتى لا، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. حطي منبه مصدقي مع الله في النية، قولي يا ربي يعني على صلاتي، يا ربي قومني صلاة الفجر، يا ربي يعني، يا ربي إني ضعيفة فقوني. ادعي الله عز وجل وخلي أسباب، وخلي في نيتك نية صادقة أنك تقومي صلاة الفجر، ترى الله بيعينك إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير. أنا ما في قاعد قلبها. أي واحد عنده رؤية شينة لا تفسرها، اتركها كبها. أي رؤية أنت اللي تبين قست شفتها مرة مرتين ثلاث، تراس ظريفة اللي ثقيل الدم وودره فكينا منت، قست خلاص قريتها مرة واحدة، مشيتها مرة ثنتين ثلاث، قست من زين الوجه أعطيت قست فكينا منت. ادري زي الباقي البنات المؤدبات الشاطرات، ولا ترى ابنكم كبر جبهت، عيب عليه جعلة العافية اللي تعافيت. شايفتها مرة مرتين خلاص قست وفيس مثل وجهها. السلام عليكم. اصلك وشن يا شيخ؟ تفضلي. يا شيخ، انا حلمت في اخو زوجي انه مسحور، وفكيت عنه السحر، قريت لحد ما طلع الجن اللي فيه، وكنت أسئلة أنه هل هو مسيحي ولا مسلم ومن هالكلام، لحد ما خرج عنه السحر اللي فيه. فبعد ما فك عنه السحر، جت حرمة من يعني سجانة،
واخذته وكان يبكي فيقول يقول انه انا مظلوم من هالكلام يا شيخ، وكان كل يوم عصر يجي ويبكي ابو امه فاهم. ف فكنا ما نعرف هو يبكي يبغى امه، فامه دي ما تجي ما تسمع ما تشوفه عشان ما نشوفه. كان يقول ابغى امي، كلنا كنا نجي وانت امه ما تجي ماني عارفه، فابغى افسر الحلم واعرف ايش تفسيراته. حماس هذا مسحور؟ لا لا ما في سحر، ما في سحر. اي هو صغير يا شيخ، يعني عمره تقريبا 18 19 سنه. وين رجال 18 رجال؟ اي تعرف بعد انا احسب سنتين تقولين صغير كيف؟ احسب عمره سنتين تقولين صغير 18 رجال؟ لا يا شيخ يعني مو رجال كبيره. ها كم عمره اجل؟ الرجال الكبير كم عندك عمره؟ رجال عمره 20 22 18 سنه في الصحابه افتحوا وراحوا وجاء. شلون تقولين مو صغير؟ لا رجال هذا لو يتزوج جاب عيال. يجلس معكم ويدخل ويطلع ويروح ويجي عندكم؟ لا يعني مو دايم يجلس معنا، اكثر وقته يعني يكون برا. ايه انت عايشه في نفس البيت؟ لا لا مو في نفس البيت اللي فيه الرجال ذا؟ لا 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 بيت لحالي مستقل. وكانه يقول لك ايش؟ لا اقول له هو جالس، احنا انا جالسه في بيت مستقل يعني بعيد عنهم. ايه هو الولد يبي العرس او يحدثك انه دوري لي مراه او شيء؟ لا 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 والله. الله يا اختي رؤيتك ما وضحت لي، ما وضحت لي، الله يجعلها خير ان شاء الله. الله يحفظك. يعني 18 مو رجال؟ جاوبوني انتم رجال 18 ولا لا؟ يعني كم اللي مو الصغير كم عمره؟ ايش عقبه؟ شكله صعب. ليش معصب؟ كيفي مو معصب ترى اسلوبي كذا بس. ايش رايك اسلوبي؟ ترى البيع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ انا كذا مرة احلم، بس اخر مرة حلمت اني كأني بتزوج رجلي زوجي واقول ايه رجلي ايه انا موافقة عليه، واقول ايه باقي كم يوم يومين واهم شيء بجهز المسك الوردة حقت الورد، وكاني ركبت السيارة مع خواتي واحدد اقول لازم الوردة اخذها اختارها وبس. بس خير ان شاء الله، راجلس موجود عندك قريب زين اموركم طيبة؟ ايه الحمد لله. هذه زيادة ان شاء الله الفة محبة فيما بينكم. وجهزتي المسكة مسكتي الورد؟ لا لا كأني رايحة راكبة السيارة بروح اخذها. اي هذا ان شاء الله فلوس نبيع السيارة جلس او مال نبيع السيارة جلس ان شاء الله. طيب يا شيخ طيب تفسير ثاني؟ لا ما في بس واحد. طب بسألك يا شيخ بس تفسير، الحجام يعرف حجامة حجامة بالواحد يعني؟ الحجامة اذا كانت انت مثلا حرمة تروحين عند واحد حجامة تعرف اذا في حسد او مس او غيره، يعني صدق يعني تعرف من ايه الدم او زي كذا ايه صادق ايه ايه ايه. وانت واللي فيه مس عادة يحضر وقت الحجامة بعضهم اصلا. بسم الله. طيب شكرا. اقول لها رجل ايش بيعطيش فلوس؟ قلت انا كلهم يعطيني قاعد تعطيها كانت تشوفنا خلها تعرف عشان ثاني مرة تعرف. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعافيك شيخ، عندي رؤية. نعم. رأيت إني في مكة، ما أدري أداء عمرة أو حج، وأنا أطوف على الكعبة كذا قبل الحجر الأسود ولقيته مغبر عليه تراب. لقيته مغبر تراب؟ إيه الحجر الأسود لقيته مغبر عليه تراب، فقلت لأ بنظفه أول بعدين أقبله، فنظفته وصحت من الرؤية. متزوجة أو غير متزوجة؟ لا غير متزوجة منفصلة. متى الرؤية هذه؟ الرؤية هذه يمكن لها 3 شهور أو 4 شهور، كانت بعد استخارة. حدثك طريقك بالعودة أو شيء؟ شلون شيخ؟ حدثك طريقك بالعودة؟
لا لا طلاق ما في رجعه. طلاق بائن. نعم. ترقين او شيء؟ والله انا رحت الوحده فهي شافتني قالت لازم ترقين او شيء، اعطتني جهه اعتقد بس ما استخدمت حتى الان شيء. قد سمعتي رقيه؟ اسمع اي اسمع رقيتك شيخ. متاثرين؟ لا عادي الحمد لله. بس الواحد تقول اشوف فتش اسود يعني تحمرين بس عادي انا عندي. طيب الحمد لله. اذا جيتي بتحبين الحجر الاسود ثم لقيتيه تقولين في غبار ثم مسحتيه، هذا تردد في امر انت تريدينه او امر يحال بينك وبينه لكنه ينقضي. هل هو مساله زواج؟ قد يكون هو فعلا مساله زواج، يعني الحجر الاسود يدل على ان زواج احيانا او الرجل، او بلوغ هدف انت تريدينه يعني يحال بينك وبينه ثم ييسر لك والله اعلم. باذن الله. يعطيك العافيه يا شيخ. الله يحفظك. ايش جماعة تكلمون شيب ما شيب؟ الشيب وقار، الشيب وقار. يقول صلى الله عليه وسلم الاتصالات كلها حريم. اتصل طيب الله يرحمك خلنا نسولف معك ونشغل الخط. اتصل، هذا هو التليفون موجود والخط مفتوح لك ولغيرك. اتصل الله يرحمه ويديك. اتحداك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. يا شيخ حلمت بنتي الصغيرة عمرها 4 سنوات. ايه. خلاص حلمت انها حامل وانها تولد ولد. والحلم تكرر علي اكثر من مرة. بس؟ ايه كذا. بنتك صحتها طيبة؟ الحمد لله. يعني ما هذه الرؤية مخالفة للعقل، هذه الرؤية مخالفة للعقل فما تضرك ولا شيء. وعادة الإنسان الطفل ما يحمل، طفلة مثل هذه ما تحمل، فهذه مخالفة للعقل. الرؤية إذا كانت مخالفة للعقل فهي ليست برؤية إنما هي حلم. الحمد لله. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. يا أخي مشغول طول الوقت والله ما دريت، أبى أحط لك خط لحالك، إيش رأيك؟ زين كذا؟ ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام تفضلي. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله تفضلي. هلا مرحبا. تفضلي. لو سمحت انا حلمت اني انا كنت في مكان زي المهجور، يعني زي البيت القديم وشي زي كذا، وانا زي الغرفة جوا وافتش مفاتيح مفاتيح قديمة وأشوف أي واحد يضبط معاه، وكومة مفاتيح وكومة ثانية يعني ثنتين، وضبطت معي المفاتيح الأولى وضبطت معي المفاتيح الثانية إنها تقفلت معي، ما أدري وش السالفة. وكنت فاتح الدريشة وأشوف الملك عبد الله الله يرحمه ومعي واحد في الحوش، أنا جوا بالغرفة وأشوفهم في الحوش، أقول وش يعني وش هذول وش جابهم هنا، وما طلعت من المكان، أبي أنتظرهم لين يطلعون وانتهى الحلم. فما أدري وش تفسير يعني الملك عبد الله. متزوجة ولا لا؟ هلا؟ متزوجة؟ لا لا مو متزوجة. منفصلة أو ما تزوجتي أبدا؟ لا لا لسه ما تزوجت. متأخرة بالزواج؟ عمري 23. الحمد لله. عندك تعطل في حياتك؟ أنتظر وظيفة. طيب انت تقولين في الرؤيه كانك في بيت قديم ومعك مفاتيح، تقولين تحاولين انك تفتحين الباب. احاول اني انا احرك المفاتيح. طيب وشفت واحد ضبط معي، ما ادري انا ناسي الحلم، هل انه قفل بيدي واشوف المفتاح اذا ضبط وقلت ضبط هذا المفتاح، وشفت المفتاح الثاني الكومه الثانيه قلت ضبط الحمد لله، وكان ابي اطلع من الغرفه بس اني شفت مع الدريشه لقيت الملك عبد الله واحد ثاني يعني ما أعرفه، رجل مجهول. طيب. بالحوش وما طلعت أنا من الغرفة. طيب. جلست يعني مستغرب أنهم موجودين برا. طيب. وأنت الحلم وأنا يعني كذا. طيب أقول أكثر الدعاء وأقرأ القرآن بنية الشفاء خاصة سورة البقرة. محاولتك للبحث عن مفتاح للخروج من المكان اللي أنت فيه ثم رأيت الملك عبد الله ورأيت رجل لا تعرفين، هذا يدل على مسألة التعطل في مسألة رزقك.
لأنك خروجك من البيت اللي أنت فيه عادة يعني خاصة أنك أنك تبعدين يعني عن الرزق، الإنسان يخرج من بيته من أجل طلب رزقه وطلب معيشته، وأنت تبي تطلب الرزق وتقولين مفاتيح، يبدو والله العالم أنك طرقتي أكثر من باب من أجل يعني مصدر رزق وما تيسر لك والله العالم، لكن إن شاء الله ييسر لك الله. إن شاء الله يا رب، شكرا ما قصرت. أنت اللي حاط صورة واحد لابس أزرق الحاشي جعله يتوطى العدو. قربه وهاتها والله. شف إن قمت بالحاشي لا أصور ولا أنحره، ها وأنزله هنا في إنستغرام. بس قمبه تكفون يا رجال، تكفون تكفون، حدوا على قصاه، تكفون حدوا يا رجال، وقفوا يا حريم، خلنا ناكل حاشي، تكفون يا رجال، اتصلوا يا شباب. بيروح أبدخل عليك خاص، وكلهم بحط حسابك وشبام على حسابه إذا ما ولد تقوم بالحاشي غصبا عليك. يا رب إن رجال، يا رب إن رجال، يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. الله يعافيك يا شيخ، أنا حلمت أن كان معي طقم جايب لي زوجي قبل الزواج ذهب، وقالي ما سكت في يدي، وجاني عمي لما شفت عمي وزيت عنها هالفلوس. لما لا إيش لما إيش؟ لما جاني عمي، عمي اسمه عادل، لما جاني عمي خبيت عنه الطقم، وكان يقول لي وريني يعني أبغى أشوفه، وقمت طلعت له. أنا كأني مزيت عنه يعني ما أبغى أشوفه، يعني متفشلة منه لأنه ذهب يعني مو شيء. ولما شافه معي قال لي هو كويس بس أنا أبغى لك شيء أحسن يعني منه، وكأني أقول له حتى أنا عارفة أنه مو كويس بس إني أنا أبغاه يعني عاجبني. كان أختي واقفة جنبي، راح عمي قالت لي شوفي إنه فيه كريستالات منه طايحة، وكأني قلت أنا عادي حتى لو هالطايحة حتى لو إنه مو عاجبكم أنا أبغاه عاجبني بس. طيب بس كذا علاقتك بزوجك طيبة؟ إيش؟ علاقتك بزوجك طيبة؟ الحمد لله. متى الرؤية هذه؟ هذه قبل يمكن يومين. كان زوجك جايب لك طقم؟ اي هذا الطقم يعني زواج، ذهب الزواج. اي لبستيه ام لا؟ اي لبسته. لبستيه في الرؤية؟ لا لا في الرؤية ما لبسته، كأنه معاي يعني كاني قاعد اشوفه، وكاني خبيته عنه لاني ما ابغى يشوفه لانه مو بألماس يعني ذهب بس. وبعدين لما طلعت له قلت له انه حلو يعني اني وزوجك جايب لك منه لك الافضل يعني ابغى لك شيء احسن منه. وزوجك جايب لك في الاصل طقم الماس؟ لا لا جايب لي انا طقم ذهب، بس انا خبيته عن عمي خفت انه يقول انه مو بحلو يعني انه ذهب مو بألماس يعني مو بشيء ثمين غالي مره. طيب وعمك يدخل في حياتكم او يتدخل او سبق تدخل؟ لا لا بس قبل زواجي كان يعني معارض شوي. متى حصل زواجكم انتم؟ قريب ولا بعيد؟ لا لا بعيد يمكن من 5 سنوات. طيب لعلها خير، ما وضحت لي بشكل كامل، لعلها خير. ما وضحت لك بس ايش؟ ما وضحت لي بشكل كامل. الله يعطيك العافية، مشكور. الله يجزاكم خير. الأخوات وقفوا بالله، خل الاتصالات لا عاد تتصل. الأخوات اللي تصحين وقفوا، تكفون يا شباب. حاشي تسبدت حاشي على الصبح، تكفون. السلام عليكم. ألو ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، يعطيك العافية. تفضلي. الله يكتب لك الحاشي إن شاء الله. بس بعبر عندك رؤية الله يعطيك العافية. تفضل. أني شايفت من قبل يومين كأني أدور على طقم سفرة، وفتحت سريري ولقيت أن طقم السفرة تحت سريري ولقيته مكسر كله أبوه. قلت لحظة أنا أخذت لحظة طقم السفرة هذا وطلعت. تعيدين من جديد. أقول لك أنا حلمت إلا أنا ما هي في غرفتي، بس كأنها في نفسي كأنها غرفتي، ولا هي في غرفتي إلا أنا قاعدة أدور طقم سفرة ولقيتها تحت السرير، تحت سريري. ويوم طلعت إلا كله صوت القزاز مكسر، طلعت منها حاجات بسيطة
اللي ما قد تكسرت. وفجأة إلا جدتي في الحلم وما شفتها، إلا هي تقول لا خلاص تعالي معي، جدتي ميت، قالت تعالي معي، تعالي أنت معي أنت، خليه. وخليت الطقم ومشيت كل المكان اللي أمشي فيه قزاز مكسر، مسامير، كل شيء حاد، أحاول أحاذر نفسي إني أطع على حاجة ولا وطيت على شيء، وصحيت. هذه الرؤية كان معك جدتك؟ جدتي في الرؤية، وقالت خلاص تعالي أنت معي، أنا تعالي معي أنت. ورحت، أنا ما أدري أنا رحت معاها ولا لا، بس إني طلعت من المكان اللي فيه طقم السفرة، خليت طقم السفرة محلة وطلعت. المكان اللي كنت أمشي فيه كله منزور، مسامير على قزاز على كل شيء حاد، بس طيب. إني أمشي أنقي الأماكن اللي ما فيها شيء حاد، أحط رجولي على المكان اللي ما فيه حاجة. طيب جميل. الرؤية هذه متى؟ قبل يومين الفجر. طيب والطقم هذا عندك في الحقيقة مثله؟ لا ما عندك. السرير كأنه سريرك؟ ها؟ السرير كأنه سريرك؟ لا ما هو، ما أدري، ما أنا ما شفت السرير، مخيل في نفسي أنا إن كأني في غرفة نوم، بس إني ما شفت في سرير، بس إنه ما هو سريري أنا. طيب أنت متزوجة؟ إيه. اللهم صل على نبينا محمد. وجدتك عايشة؟ لا ميتة. الله يرحمها. حياتك مع زوجك مستقرة؟ والله ما يبذاك الحد، يعني هو مسكين بس إنه ملخبط، حن تعبانين حن أصلا. الله يكتب لكم العافية. إيه. الله يكتب لكم العافية يا رب العالمين. طيب أنا أقول الله العالم بالنسبة لرؤيتكم، الناس وشكل اللي فيكم، هذا التعب اللي فيكم أو البلاء اللي فيكم مؤثر على حياتكم الزوجية. بالنسبة للزجاج المكسر تحت سريركم يدل على عدم استقرار في حياتكم الأسرية، خاصة الداخلية فيما بينك وبين زوجتك، يعني في عشرة، في عشرة ومعاشرة فيما بين الرجل وزوجته. يعني مرة هذا هو أمر. الأمر الآخر الناس تمشين وانت حذرة، يعني فيني شلون اللي يقول لي داري داري خاطر زوجك في المسألة هذه، هذا اللي يظهر الله أعلم. إيه صدقت إني داري خاطره، بس إني أحيانا أكون أثور وأتكلم أتكلم أتكلم بكل اللي في خاطري، وما أقول شيء وأنا كذابة، لا أقول كل شيء واقع. الله يصلح أحوالكم. آمين يا رب. الله يصلح أحوالكم، أعطيك العافية. وطيب وش دخل جدتي؟ من قديم اللي فيكم من 30 سنة. إيه معناتها من قديم. إيه من 30 سنة. إيه هذا رمز الجدة يدل على أن شيء قديم. وأنت. طيب يوم تقول تعالي معي أنت وش معناتها؟ ما أجد لهذا التفسير. إيه بارك الله فيك، شكرا يا أخوي. جماعة اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله يا جماعة. وقنتوا يا جماعة، نبي ذا الحاشي يا جماعة، شباب الله يرحم والديكم، ذا تمزهل شكله راح نام، عطونا الحاشي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ أنا دقيت قبل شوي وفسرت انت حلمي، عادي أقول لك حلم ثاني بس مو لي لأختي. لا والله خلاص قل فسرنا خلاص. إيه فسرنا لست قبل شوي، بس لأن حق أختي مهم، ومن قبل هي كانت تقول لك عنه. أختس عندك؟ لا مو عندي، بس هي كاتبت لي بالصريح. خلاص يا جماعة مو عندك ما نقدر. طيب لحظة بفرحكم. إيه عندي أختي الحين، هي خليك اسمعي طيب. جابتها. عادي أقول لك الحين. أعطينا أختس تكلم طيب. هي مشكلة ما تكلم والله. ليش طرمة؟ ما والله ما تحب تتكلم هي ولا تتكلم، بس أنا بقول لها يا وهي عندي، إذا أنت سألت سألتها. طيب أوكي. تقول إنها حلمت إن أبوي جاء طيب، وكان معها أخوي، وكان أخوي يصيح بصوت عالي ويبكي، ومن ثم هي راحت سلمت عليه وأخوي وطلب منها فلوس، قال عطيني فلوس، لكن هي ما تطلع تقول ما معي فلوس. وهو دخل إيه تقول جلس يدور بالغرفة وعلى الفلوس اللي يبيها وما لقى، وطلب منها يقول بس أبغى شوي حتى أبل ريقي بعسل، يقصد الفلوس. تقول ما عطيت لأنه ما معي. تقول فجأة دخلت أختي اللي هي أنا، جت
تقول جيتي وعطيتيه مبلغ 400 ريال وراح طلع فجأة. وطلعت هي للحوش، طلعت أنا وهي للحوش كلنا مجتمعين، وتقول كأنها حفلة كبيرة في الحوش بذبايح وصحون ذبايح، والأنوار مضاءة في الحوش في كل مكان، وكأن يوجد هناك أشخاص غريبين موجودين. وبعد كانت أمي موجودة وتقولها عن اللي صار، تقول أبوي جاء وتقول السالفة، وتقول أمي ما ردت ما قالت شيء، وتقول انتهى الحلم. والله شوف يا أختي الرؤية طويلة جدا. عيديها ثاني مرة، عيديها ثاني مرة. أبوي جاء طيب، أيوة، ومع أخوي دخلوا. أخوي كان سابق أبوي ويصيح بصوت عالي يبكي. طيب سلمت هي على أبوي ودخل يقول عندكم فلوس؟ أنا بفلوس وكذا. قالت أنا ما معي. لا طيب أبي شيء أبل فيه ريقي، يقصد فلوس يعني لو شيء بسيط. طيب دخل دور يبي فلوس، يبي فلوس، يقول أبي أبل ريقي ما لقى. تمام أبوك يقول أبي فلوس أبي أبل ريقي. أيوة طيب تمام. دخل دور الغرفة وهي موجودة تنتظر برا في الصالة. معه بالغرفة؟ إيه معه بالغرفة. ودور ما لقى. طلع تقول وجيتي أنت اللي هو أنا وعطيته 400 ريال. أوكي؟ وطلع خلص راح انتهى. يعني هو كان يقول جاي عشان الفلوس وراح فجأة. طيب. أوكي؟ خلاص. تقول هي طلعت للحوش، أبوي خلاص طلع من البيت، هي طلعت للحوش وكأن في حفلة كبيرة وأنوار مضاءة وصحون ذبايح في كل مكان، وكان يوجد هناك أشخاص غريبين بعد جالسين، تقول ما أعرفهم بس شفت أمي جيت يمها وكنت أحكي لها عن اللي صار مع أبوي في الغرفة، وتقول ما قالت شيء. بس هذا هو. أخت اسمت زوجة؟ لا لا مو متزوجة، هي أصغر مني. وأنت ما تزوجتي بعد؟ لا لا. الله يكتب لكم النصيب. أبوش حالته المادية ضعيفة؟ لا مش ضعيفة. طيبة؟ لا غني يعني. الله يرزقنا ويا ما شاء الله. وياك. والله حاولت أربط رموز الرؤية ما ظهرت لي. إيه. ما ظهرت لي والله ما فهمتها. أجل تكتبها وتشوفها يعني؟ لا لا ما فهمتها، عرضوها على مفسر ثاني. الرمز 400 أكيد أنا حسيتها رموز. ما فهمت علي يا أختي؟ ما فهمت أنا الرؤية. طيب خلاص تم. الله يحفظكم، عرضوها على واحد ثاني مفسر ثاني. خلاص شكرا. ليس كل رؤية أقدر أفهمها، مو كل رؤية أقدر أفهمها، لأن هي علم بغض النظر عن الحاشي، هي علم، فعلم أفهمه أقدر أقوله، يعني فهمت الرؤية أقدر أقولها فسرها، ما فهمتها ما أقدر. عرفت شلون؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت، شفت أن جوالي ضايع، بحثت عنه في سيارة أخوي ما لقيته، بحثت عنه في غرفتي ما لقيته. جاء واحد من اخواني طلع لي شريحة بدل فاقد. قلت له هل انت وقفت الجوال عشان صوري الخاصة؟ قال لا ما قلتي لي. اخذت الشريحة على اني بحطها في جهازي القديم، فتحت دفتر لقيت فيه الجهاز اللي ضايع وفرحت فيه. بس عيدي الرؤية. ضاع جوالي، بحثت عنه اول شيء في سيارة اخوي ما لقيته، بحثت عنه في درج غرفتي، في غرفتي ما لقيته. قلت لأخوي طلع لي شريحة بدل فاقد. قلت له هل أنت وقفت الجوال عشان صور الخاصة فيه؟ قال لا أنت ما قلتي لي. أخذت الشريحة على أني بدخلها في جهاز الجديد، فتحت دفتر لقيت الجهاز اللي ضايع فيه الجديد، جهاز اللي ضايع، وفرحت. منفصلة ولا متزوجة؟ لا منفصلة. متى الرؤية؟ أسبوع 10 أيام. انفصالك قريب ولا بعيد؟ سنة. طيب طلاقك رجعي؟ ايه. اخوك تدخل وقت الزواج وقت الطلاق هذا؟ لا نهائي نهائي، كلهم هم اللي تجاني في الحلم 3 اخواني.
ولا أحد دخل. وأخوك ما بينك وبينه في الحقيقة شيء؟ واحد منهم اللي بحثت عنه في سيارته كان شوي في زعل بينه وبينه في الحقيقة. إيه. الحق معه ولا معه؟ أنا أشوف إنه معي. أخوش منع من شيء في الحقيقة هذا؟ إيه أنا كنت طالبة منها مشوار معين ورفض. طيب أنا أقول الرؤية والله العالم تدل على أخوس هذا اللي ضاع جواله في سيارته أنه يمنعس من بعض الأمور فيما هو مصلحة لك أنت، يراها هو مصلحة له لك أنت، وأنت ترين خلاف هذا الشيء، ويأتيك عوض من أخيك السابق، أخيك الثاني اللي قلتي له طلع لي شريحة. أي وأقول الله العالم لعل يكون لك إما إحدى أمرين، إما رجعة لزوجك لطليقك أو زواجك من رجل مطلق. الله يحفظك. بس كده؟ بس جزاك الله خير. شكرا. راعي الحاشي الله الظاهر حاشيك يوم عمره طويل، الظاهر انه بيصير حقه وبيصير بنت لابون وبيصير عمره طويل حاشيك اخر اتصال ما صار رجال الله يعوض علينا حاشي اخر اتصال. قولوا يا رب، قولوا يا رب ان رجع، قولوا يا رب ان رجع. يا رب. السلام عليكم. سلام عليكم. ينصر دينك يا شيخ. لا عشان الحاشي بس والله اتصلت. تعال يا لا. والله العظيم لا اذبح قدامك يا شيخ واصور. تعال يا راعي الحاشي. تعال. وينك؟ اصبر. خلك لا تروح يا شيخ انت. لا معك ترى لك عشان الحاشي بس. ايه لك نص الحاشي من الان اقول ولتبدأ. تعال عسى الله يجيبه. بس خلني اصور الشاشة ادخل عشان ادخل حسابه بعدين. ايوه صورت الشاشة. يا ويلك ويل اهلكم. كيف حالك عساك طيب؟ والله الحمد لله. والله انت لك فضل علينا بعد الله. كيف الحال؟ والله الحمد لله تمام. الله يخليك. شو علومك؟ والله الحمد لله. عندك حلم؟ ها؟ عندك رؤية أنت ولا بس عشان حاشي؟ والله ثنتين مع بعض. طيب أنا بسجل رقمك، أي وقت عندك رؤية اتصل علي. طيب ماشي إن شاء الله. بحفظ رقمك. زين وأي رؤية على طول لأنك أنت راعي الحاشي ما مرة. ان شاء الله. الله يوفقك. يلا عطنا رايك. والله انا شفت من حوالي يومين. خذ نفس، خذ نفس اول شيء ثم نقل رؤيتك. طيب انحاش ولا راي الحاشي؟ لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. يا ويله ويله. ها حفظت يوزره سأدخل عليها الحين خلاص. اي تمام. يلا عطنا رؤيتك انت. اعطيك رؤيتي ولا؟ ايه يلا استعين بالله. بسم الله. انا من يومين شفت يعني كنت احلمت كذا انه صدق والله العظيم صدق والله العظيم من قال لي اسوي حاشي ان بالي انشغل حتى الرؤى ما عاد صرت اركز فيها. انتظر بس اترجل. والله انه اشغلني. يا ريتك ما كتبته وشفته انا المشكله. عد الحين بركز. طيب يلا. انا شفت نفسي من يومين انه رجعت مدرستي الثانويه اللي كنت ادرس فيها. لكن الفصل اللي انا كنت فيه كان مختلط،
يعني بنات ورجال، كانت يعني تحولت من ثانوية إلى جامعة، يعني ما عادها ثانوية لا صارت جامعة. أيوة. فكان عندنا في أول يوم كان عندنا اختبار، فكان حواليها بنات وكذا ويصارحون وأصواتهم مرتفعة، وشفت واحدة جالسة بعيد جالسة تحل يعني وتذاكر ومجتهدة، فرحت وجلست جنبها. بعدين هي قامت وطلعت يعني خلصت الامتحان وطلعت. بعدين جاء المدرس وكنسل يعني الامتحان وطلعنا. أول ما طلعت أنا من صف جالس أدور عليها ما حصلتها، فاجتمعت مع مدرسين كذا في الغرفة وجلسنا نتذكر أيام زمان مدرسين إنه فلان ما كان يشرح وفلان مدري إيش. فواحد من المدرسين قال أنا متزوج بالسر، وبعدين جلسنا نتكلم معه وقال لنا يعني من هي زوجته وكذا. فطلعت من الصف أتري أشوف زوجته موجودة، فقلت له إنه يعني أنا طلعت إني أعرفها، فرحت وكلمتها وقلت لها ترى أنت متزوجتي بالسر وكذا. فجلست تبكي وتقول أنا ما أبغى أحد يفضحني، فقلت لها ما تكلم يعني اعتبري ولا كأني سمعت شيء. بعدين ركبنا باص عشان إنه نمشي، لكن ما كان في سواق والباص ماشي بسرعة جنونية. فقلنا يا جماعة أحد يعرف يسوق؟ فقام واحد يسوق الباص عشان يعني يحاول يهديه، لكن رجع وجلس مكان كان ما أبغى أسوق. فقمت أنا وركبت مكان السواق، حاولت أوقف الباص لكن ما وقف معي، فجاني مثل منحدر لفيت فيه فانقلب الباص أغمى علي. أول ما صحيت حصلت فوقي تقريبا 5 أو 6 كانوا ميتين، فجلست أبكي أنا إنه هذول الناس ماتوا بسببي، ويوم يعني يوم القيامة أنا إيش بسوي وفرقتي هذه الناس اللي ماتت. فالبنت اللي أنا شفتها في البداية جت مسكت يدي وقالت لي لا أنت مالك دخل، وكانت أختي يعني جالسة جنبها وقالت لي خلاص بتساعدني إن أنا أطلع منك هذا الجنون. فقلت لها خلاص إن شاء الله. وبعدين أخوي أرسل لي رسالة على الجوال قال لي لو أنت لفيت لفة واحدة بس كان ما أحد مات، لكن أنت لفيت لفتين عشان كذا مات. وبعدين صحيت. متى هالرؤية؟ من يومين تقريبا. أنت طالب ليه الآن ولا خلاص تخرجت؟ أنا لا والله يعني رحت أكمل جامعة لكن ما كملتها والآن أشتغل. دراستك وين كانت؟ كانت في اختلاط سابقا؟ أول سنة في الجامعة بس، يعني أنا درست أول سنة في الجامعة كنت في دراسة برا، كانت بس حتى ما كملت أول سنة يا دوب كانت 2 أو 3 وتركت ورجعت. كان فيها اختلاط؟ إيه كانت مختلط. أسألك شاب جاوبني بصراحة. إيه تفضل. تعلقت فيك بنت؟ والله بهذيك الفترة كنا كلياتنا شباب فما بعرف هل في أحد يتعلق فيه أثناء طيب الجامعة. طيب تقول اختلاط أنت كان فيه؟ تقول في اختلاط؟ ايه في اختلاط. طيب تعلقت فيك بنت سؤالي؟ لا ما تعلق، لانه احنا يعني نحن كلنا مجموعه كذا مع بعضنا، فما كنا اختلاطنا مع بنات، كان اكثر شيء مع شباب. جميل. عندك تعثرات في حياتك وتعطلات؟ ايه كثير. طيب لكن طبعا في البلد اللي انا كنت فيه يعني ادرس الجامعه، مو في الجامعة، في المدينة نفسها في واحدة إنه إيه وتعلقت فيها وكذا. طيب. أنت تحتاج إلى قراءة رقية، زين؟ تحتاج إلى رقية، أرق نفسك. فيك نفس بنت والله أعلم. فيك نفس مرأة. هي اللي سبب تعطلاتك هذه وتعثراتك في شؤون حياتك. لكن أقول والله أقول والله العالم انقلابك في السيارة. لعله يكون إن شاء الله بإذن الله مثل ما تقول تحصل لك مشكلة. أو أنها حصلت لك مشكلة تصحيك على وضعك اللي أنت فيه فتبدأ تعالج نفسك. أنت تحتاج إلى القرآن. أيوة. طبعا أنا في يعني كاتب كتابي على واحدة وسببها يعني خسرت جزء كبير من يعني الفلوس. والله لا أحفظ رقمك يا شيخ. ما في خلاص اصبر على الحاشي. خلونا نحفظ رقمه. راعي الحاشي. ماني برد اتصل يا راعي الحاشي.
وينه شاه؟ اصبر يا جماعه خلنا نشوف راي الهاش نتصل عليه. اصبر يا جماعه. اصبر 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 كل شوي اتصال يا رب اني اتصل عليه من جوال الثاني. شيخ عيونك يا شيخ. دقيقة يا جماعة دقيقة 050 لا حد يتصل يا جماعة. ايش بلاكم؟ صفر خلني احط وضع الطيران عشان ما حد يتصل. دقيقة معلش والله الرجال صراحة ما قصر معنا. ها راعي الحاشي اوريكم فيها. هي الحين بدخل عليه احط شبام على حسابه ما قام بالحاشي ما قام بالواجب. 7-5 ابشر به يا راعي الحاشي. اتصلت عليه من جوالي الثاني. عاد رد عاد شكله خوف. بسم الله حرمة صارت خطيت بالرقم يا ويلي ويلا. حفظت رقمه يا جماعة والله ما أعرف رقمه. يا ويلك ويلا يا أبو عبد الملك. والله ما حفظت رقمه تصدقون. خليني أمسح رقمه. حفظت رقمه راعي راعي هذه راعية حاشي. أنا أقول برابطة ما رد. يا رب إني أعرف رقمه نسيت اسمه. والله شوف وقت الاتصال لحظة خلنا نشوف. كم رقمه ما أدري راح ذا ضيعت رقمه تحت. يا حليلك بالله ادخل عليه خاص يا راعي الحاشي. ادخل عليه خاص بالله عليه خاص. ضيعت رقمك. لا إله إلا الله اللهم صل على نبينا محمد. ضيعت رقمي الرجاجيل والله ضيعت رقمه. كلهم في نفس الوقت الاتصال مشكلة ولا يطلع لي الوقت كم بقى معي المتصل. معقولة مدة اتصالها 7 دقائق وأخاف أن هذيك اللي 2 دقيقة. نسيت ضيعت لكن بيجيبها الله بيجيبها الله إن شاء الله. ادخل عليه خاص على الحاشي وبشر. بس الله يوفقني ياكم بالخير جمعني ياكم في الجنة إخواننا على سمة قابلين. البث باقي فيها 40 ثانية لنا معكم إن شاء الله بإذن الله لقاء إن كان في العمر بقاء إن شاء الله. أسأل الله يجمعني معكم في الجنة. اللي ما أوتر يوتر أقل الوتر ركعة واحدة تكون ممن قام وصلى الليل وحب الصلاة إلى الله عز وجل بعد الفريضة صلاة الليل. الله يحبك إذا تقربت منها أكثر. اطلب حاجاتك ارفع حاجاتك لقاضي الحاجات. الله يا ربي بكذا وبكذا وعندي كذا ومقصر في كذا مقصر في العبادة الفلانية طايح في المعصية الفلانية. يا ربي عني يا ربي خلصني يا ربي اهدني يا ربي اصلح قريبي. اطلبه يعينك يكفيك فرج همي همكم يا رب العالمين. مع السلامة.